الآن بدأنا نفهم أيها الإخوة كيف يمكن لهذه الأمة أن تعيش مئات السنين، هي في الحقيقة منذ أكثر من 1000 سنة وهي تعيش في الطغيان والحرمان والهضمان أيها الإخوة والذلة والخنوع. الشعوب الأوروبية أيضا، الآن بدأنا نفهم لماذا، كيف يمكن لشخصية مهووسة مثل بنيديتو موسوليني مثلا أو هتلر أن يقود ملايين الجماهير المتحضرة، يقال إنها متحضرة بلا شك، تكنولوجيا وعلم وفلسفات. يعني مارتن هايديغر نفسه كان ما شاء الله نازيا بمعنى أو بآخر للأسف الشديد، وهذه أكبر مقابح هذا الرجل الفيلسوف اللاعقلاني النيتشوي الشوبنهاوري. كيف يمكن؟ تعرفون كيف؟ حين يغيب التفكير، إذا حين تغيب الشخصية الإنسانية، حين نصبح آلات أيها الإخوة تتحرك ضمن تفكير إيه؟ اشتراطي. هذا المسلك السلوكي البسيط جدا الآلي للأسف الشديد. للأسف أيها الإخوة في أمة تغيب فيها ضوابط المنطق، ضوابط العقل المنهجية، في أمة لا تدمن التفكير والتعمق، تصبح مصادر القوة وسلطة القول محكيا كان أو مكتوبا كالتالي: 1، الموقع. كل من تكلم من موقع رفيع، أعني أرفع من موقعي، فهو صادق، هو حذامي هذا الموقع، وإذا قالت حذامي فصدقوها، هو حذامي هذا الموقع، هو صادق وصائب. ولذلك بعضكم يظن أن كلامي كله صائبا، كله عفوا صائب، لمجرد أن أتكلم من منبر، غير صحيح، ممكن أكثر كلامي خاطئ، طبيعي وبدهي، وأنا أول الناس استعدادا أن أرجع عنه، ممكن تماما، لكن لأنه يتكلم في 500 في 600 إذا لابد أن يكون صادقا، غير صحيح. في أسفل السلم أيها الإخوة الاجتماعي، العوام البسطاء الممحيون الممحوون يظنون أن من تكلم في تلفاز أو في راديو أو على منبر أو في صحيفة أو ألف كتابا لابد أن يكون صادقا على نحو ما، غير صحيح، قد يكون أكبر دجال، انتبهوا. فالموقع، لكن سلطة الموقع لغياب ضوابط العقل، ضوابط المنهج، ضوابط الإدمان، إدمان التفكير والتقويم أيها الإخوة، هاي 1. 2، طبعا هنا قبل أن أسرد هذه الأشياء هكذا على العفو أيها الإخوة، انتبهوا، أنا أتكلم فقط عن المهتمين، كل من ليس مهتما غير داخل في كل هذا السجال الطويل. طبعا يعني مثلا في قضية يتناقش فيها أطباء، أنا غير مهتم مثلا، أنت غير مهتم، لا قيمة لرأيك أصلا، لا داعي لرأيك، انتهى، أخرج منها. والمختص في شيء عامي في غيره، عامي في غيره. إذا أول شيء الموقع، ثاني شيء أيها الإخوة الشهرة. فمن كان ذا لقب كبير، الأستاذ، الدكتور، البروفيسور، عضو مجمع كذا، عضو نقابة كذا، عضو جمعية كذا، مش عارف إيه في كذا، وهو مختص في حقله، لا بد أن يكون كلامه في الأغلب صحيحا وصائبا. هذا يقوله من؟ يقوله ربما مختص مثله أقل منه بحكم الموقع مرة أخرى، أو يقوله عمي لا علاقة له بالموضوع. أما من كان استثنائيا وفاقها لا يمكن أن يقع في هذا الفخ مطلقا. كم وكم من هؤلاء أيها الإخوة لا يقولون الصواب ولا يقولون الحقيقة وإن عرفوها أحيانا. الشغلة الثالثة أو العنصر الثالث أيها الإخوة، العصبية، الذي عبر عنه ذاك الرباعي المتعصب، قال: كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضاد. العصبية، كل من كان منا وعلى شاكلتنا بلوننا بلساننا، من أبناء جلدتنا، من أبناء ملتنا، من أبناء مذهبنا، من أبناء حزبنا، من أبناء طريقتنا أيها الإخوة، فهو صائب وصحيح وسنصدق على كل ما يقول. العصبية، قاتل الله العصبية، إنها مطفئة سرج العقول الكبرى، العصبية، انتبهوا. أيضا أيها الإخوة هناك السائد، وهؤلاء العوام وأشباههم من الدهماء يقولون: هل يعقل أن كل هؤلاء الناس في حقولهم المختلفة يصادقون على هذه الواقعة وهذه الحقيقة وهذه الدعوة وتكون خاطئة؟ مستحيل، مستحيل، كل هؤلاء مخطئون وأنت على صواب. لكن ينسى هؤلاء أصحاب عقلية السائد والشائع أيها الإخوة أن ما هو سائد اليوم ربما قبل 100 سنة فقط كان يعتبر خرافة وأسطورة وتجديفا وزندقة ومحض هراء علمي إذا تعلق الأمر بالعلوم، أما اليوم فهو السائد. ما رأيكم؟ صحيح. كيف تم التغيير؟ ليس بإرادة الدهماء، ليس لأن الناس أرادوا أن يغيروا، ليس لأن الناس اكتشفوا الحقيقة، غير صحيح. تم التغيير على يد الاستثنائيين، عتقاء أسر كل هذه الحواجب، السائد والشائع والموقب والشهرة واللقب، كل هذه حواجب تحجب الإنسان عن معرفة الحقائق.
هناك أناس استثنائيون هم عتقاء متحررون من كل إسار أيها الإخوة، من كل أسر لهذه الحواجب. ولذلك هؤلاء أيها الإخوة هم أصحاب الجسارة والجراءة على أن يسألوا السؤال الذي لم يسأل بعد. طب لماذا كان كذا كذا؟ لماذا لا يكون الأمر على النحو الفلاني مثلا؟ يسألون مع أنهم سيتهمون بالغباء وسيجفون أيها الإخوة، سيعزلهم المجتمع العلمي أو حتى المجتمع العام، لكن في النهاية بعضهم يثبت أنه على حق. لقد فعلها كوبرنيكوس مثلا وأثبت أنه على حق، مثلا فعلها ألبرت أينشتاين وأثبت أنه على حق، مع أن البشرية آلاف السنين كانت تصادق على عكس ما قال تماما، لكن هذا الاستثنائي فعلها. وهذا الاستثنائي هو الذي خلق السائد، سائدك أنت. كن استثنائيا لتخلق سائدك. أحد الفلاسفة الكبار كان يقول اخدموا غرابتكم، كلمة عظيمة جدا، اخدموا غرابة، اشتغلوا على غرابتكم. إذا رأكم الناس غرباء تأتون بأفكار بشعة، بأفكار غير مقبولة تناقض السائد، أنتم غريبون غير عاديين، ممتاز، اعملوا على هذا، لأنكم في النهاية ستخلقون سائد الآخرين ولو بعد 100 سنة. فاخدموا غرابتكم، اشتغلوا عليها. قال عمر بن الخطاب بس بأسلوب عربي فصيح، قال لم يترك الحق لعمر صديقا. طبعا عاش غريبا، عاش غريبا. الصوفيون عندهم ما يزعمون أنه حديث نبوي، ليس حديثا، هو كلمة صوفية لكنها صحيحة بالمرة. ماذا يقولون؟ طلبوا الحق غربة، طلبوا الحق غربة. أحد كبار هؤلاء العارفين ماذا قال؟ لما لزمت البحث والتحقيق لم يترك لي في الوجود صديقا، أصبحت غريبا. اخدموا غرابتكم لا بأس. وهذا الكلام للاستثنائيين أيضا، أو لمن يريد أن يكون إنسانا. وفي الحقيقة أيها الإخوة، ضمن السائمة الاجتماعية من أحب أن يكون إنسانا فهو استثنائي. استثنائي أن تحب أن تكون إنسانا، صدقني، أن تحب أن تكون إنسانا على الحقيقة فأنت استثنائي. لماذا؟ لأن الآخرين للأسف مجرد سائمة، سائمة أمكن لأمثال موسوليني وفرانكو وسلازار وهتلر أيها الإخوة أن يحشروهم وأن يقودوهم.